السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، سوف تفاجأ بهذا العنوان: جيرانك سبب في دخولك الجنة. جيرانك هيكونوا سبب في إنك تدخل الجنة أو تدخل النار. بعض الناس ممكن تتبادر لها الأذهان بسبب المعاملة وبسبب، لا، أنا أقصد شهادة الجيران لك بالجنة. الله سبحانه وتعالى سيقبل شهادتهم فيك. شهادة جيرانك بأنك كنت سيء الطباع والمعاملة وإلى آخره تستحق النار، سيقبل الله شهادتهم فيك وستدخل النار. وهذا ليس من كلامي، إنما هذا هو من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، الحديث عند أحمد بسند صحيح. من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع، ما من مسلم يموت، أي مسلم يموت، فيشهد له أربعة أهل أبيات، يعني أربع بيوت جنبه، من جيرانه الأدنين، يعني أقرب جيران له، أربع بيوت لازقين فيه، فيقولون إنهم لا يعلمون إلا خيرا، أو لا يعملوا إلا خيرا، إلا قال الله تبارك وتعالى: قبلت عملكم فيه، أي شهادتكم فيه، وغفرت لهم ما لا تعلمون. فشهادة جيرانك إن كنت تحسن المعاملة معهم وشهدوا لك بالخير، الله سبحانه وتعالى يقول: قبلت شهادتكم وغفرت له فوق ما تعلمون كمان، يعني أشياء كمان أنتم ما تعرفوهاش. طبعا المشهور بين الناس الأحاديث اللي هي أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أخذ يوصيه وصي، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية: حتى ظننت أنه سيورثه. هذه هي الأحاديث المشهورة وهي صحيحة، لكن مثل هذه الأحاديث لا تذكر كثيرا. الله الله في جيرانك، فشهادتهم سوف تقبل عند الله سواء بجنة أو نار. تدرون في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.